مرحبا بكم متابعينا الكرام. غنشوفوا في هذا الفيديو مجموعه من اللحظات الممتعه. غنشوفوا رجل سكران انهار عرسو، غنشوفوا زوج لصوص سرقوا هاتف بهذه الطريقه ولكن نهايتهم ما كانتش سعيده، غنشوفوا سائق شاحنه محترف ورياضي لياقه بدنيه فاجئ الجميع بصوته. يلا نبداو. هذا سائق الدراجة تجاوز السيارة ونجا من هذا الحاجز بطريقة عجيبة. هذا الشيء كيخلينا نردوا البال وما نكونوش متهورين. هذه المرأة كتحضر شراب ولكن وقعت شي حاجة ما عندهاش تفسير. لحسن الحظ سائق الشاحنة محترف في القيادة، وإلا كان غيكون أمر لا يحمد عقباه. قبل ما يبغي شي واحد يطفي شي حريق خاصك بعدا تتعلم كيفاش تستعمل طفايات الحريق. هذا الراجل خاطر بحياته، كان يتسنى حتى يدوز القطار. كيبان هاد الكلب ما خدامينش ليه الفرانات، ما عرفناش واش تأمين السيارة داخل فيه هاد الشي. هاد الراجل كان محظوظ بينو وبين الخطر تواني قليلة. بغيتكم تحسبوا معايا شحال من شخص كان راكب في هاد السيارة، اواه كيفاش داروا ليها. هاد البنت نسات ما دارتش الفرامل للسيارة، أكيد غادي تكون النتيجة على هاد الشكل. هاد الشخص جاه إحساس قال ليه خصك تنوض من بلاصتك، فكان إحساس في محله. هاد الشخص مع تقيل تبارك الله موالف كيسقط بهذه الطريقة. هاد المرأة كيبان أنها خاصها شي زربية في الدار، داكشي علاش خدات هادي من هاد المكان. الناس اللي كيقولوا دايرين قرياج وحتى حد ما يقدر يدخل، واش تقدر تصدق كون ما كانتش الكاميرا. هاد الشخص فاش ضرب الكرة كان احتمال وقوع هاد الشي 1%. هاد زوج لصوص مسلحين بانوا لهم هاد الناس جالسين هنا، فقرروا انهم يسرقوهم. قالوا بما ان عندنا سلاح غتكون المهمة سهلة، خدوا لهم الهواتف وداكشي اللي في جيبهم وقالوا لهم بقاو في بلايسكم عندكم تبعونا. ولكن واحد الرجل شجاع شاف هاد السارقة وما بغاش يخليها تدوز بخير، في اللحظة اللي كانوا اللصوص هربانين غيدفعهم وغيسقطوا الأرض بهاد الطريقة. فشافهم طاحوا الأرض بما أنهم مسلحين خاف ودخل دارو وسد عليه الباب، وهنا غادي نشوفوهم من زاوية أخرى. الناس اللي تسرقوا فشافوهم طاحوا قالوا هذه فرصة باش نقبضوا عليهم ونرجعوا داكشي اللي سرقوا لينا، لكن السارقين استخرجوا السلاح وبداو كيهددوا فيهم، والناس اللي تسرقوا كيحاولوا يضربوهم بالحجر ولكن بدون فائدة. السارقين قدروا يوقفوا الدراجة النارية ديالهم ويهربوا.
قل لنا شكون اللي مخطئ في نظرك. هاد المرأة خصها تكون بلاصتها في دوري السلة الأمريكي. بصراحة كتستحق أفضل معلمة كرة السلة. هاد الشخص بغى يسرق شي حاجة، لكن هاد الشي راه بماليه. هاد الشخص فاش سقط بغاو الناس يقدموا ليه المساعدة، مزيان، ولكن واش هاد الشي بالصح او تمثيل؟ الا كان بالصح غتكون هاد المرأة اول مرة غتخدم في مقهى، ويقدر يكون اخر نهار ليها. هاد الرياضي ولا مشهور بهاد الصوت. هاد الرجل عنده قوة كبيرة في العطسة، خصو هاد المرة يخرج من المحل ويعطس. هاد السائق محترف، كون ما كانش هكا غتكون العواقب وخيمة. هذا يمكن نعتبروه هو الشخص البطل في الفيديو. الوقت اللي خرجت العائلة من المنزل غتوقع الكارثة. هاد الشاب لاحظ في الوقت المناسب أن الكرة غتنفجر. بين أن هاد الكلب مدة طويلة ما خرج من المنزل. شاحنة ماد ماكس أو الشاحنة المجنونة غادية في طريق سريع بروسيا. ماد ماكس هو واحد الفيلم مشهور، خرج سنة 2015 ودى جائزة أحسن فيلم في هذاك العام. على سلامتك بعدا، مازال عندك الخدمة، غير رجع تخدم. ربما هاد الشخص دار طريقة جديدة باش يفرح في العرس ديالو. من حسن حظ هذا الشخص خرج السيارة في الوقت المناسب. ما عرفناش واش شك في هذا المعلم او غير دار هكاك بالصدفة، المهم موقع باس. في الوقت اللي بغى يشد هذا الشخص واحد الطائر غادي يوقع ليه هذا الشيء، باش يحرم هذه المرة يشد شي طائر. أعطاه النفاخات باش يشدهم، ولكن داهم البرد وهو كيعتقد أنهم مازالين في اليد ديالو. كون ما صورتهاش الكاميرا ما غاديش نصدقوها. هاد الشخص كان دايز على الموتور ديالو، غير شاف الدراجة ورجع في البلاصة سرقها. غيخرج مولاها غيلقى غير بلاصتها. وهنا الإخوان والأخوات غيكون سالا هذا الفيديو. نتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم.